علاء نبيل المدرب المقاتل واللاعب صاحب التاريخ الكبير. ولد في 27 من يناير عام 1962، اشتهر بين جماهير الكرة المصرية بلقب البرنس، وهو أحد أبناء قلعة المقاولون العرب في حقبة السبعينيات وأوائل الثمانينيات، وكان من ضمن جيل الثمانينات في المقاولون العرب بأسمائه الذهبية. نجح علاء نبيل في كتابة اسمه بحروف من ذهب في تاريخ الكرة المصرية، وتوج مع ذئاب الجبل بلقب الدوري الممتاز وكأس الكؤوس الإفريقية في بداية الثمانينيات. تسببت الإصابة في حرمانه من التواجد في قائمة المنتخب الوطني في كأس العالم بإيطاليا عام 1990 بعد إعلانه الاعتزال قبل المونديال، إلا أنه انضم بعد ذلك لجهاز المنتخب الوطني كمدرب مساعد تحت قيادة الراحل محمود الجهري. وكان علاء نبيل الذراع الأيمن للجهري في منافسات بوركينا فاسو عام 1998 حتى توج الفريق بالبطولة. وساهم علاء نبيل في وصول منتخب الشباب الأردني للمونديال بكندا عام 2005، إضافة إلى الوصول لنهائيات آسيا مع المنتخب الأردني الأول لأول مرة في تاريخ الكرة الأردنية عام 2004 في الصين. كما قام نبيل ببناء منتخب قوي للأردن الشقيق، وذلك بتصعيد 6 لاعبين من منتخبه الأولمبي للأول منذ أن تولى المسؤولية الفنية للمنتخب الأولمبي عام 2009. سجل علاء نبيل خلال مسيرته لاعبا برفقة المقاولون العرب أكثر من 50 هدفا في كل البطولات، ويعتبر من هدافيه الأوائل عبر كل العصور، خاصة وأنه كون ثنائيا مع زميله علي شحاتة من بين هذا الجيل الفذ، والذي نجح في إيجاد مكان له في تشكيلة المنتخب المصري. ومع المنتخب الوطني يمتلك علاء نبيل تاريخا أيضا لا ينسى، فقد شارك في أكثر من 40 مباراة دولية، وحقق في مسيرته الدولية الكثير من النجاحات، كان أولها عندما استدعاه محمد عبد صالح الوحش مدربه الذي اكتشفه في المقاولون العرب إلى المنتخب في عام 1983، وصنع منه لاعبا أساسيا في قيادة الهجوم بجانب محمود الخطيب أسطورة الأهلي. علاء نبيل كان صاحب الرأسية الشهيرة في شباك منتخب الجزائر في 17 من فبراير عام 1984، والذي سجل منها هدف فوز المنتخب الوطني في لقاء العودة بالقاهرة ليقود الفراعنة إلى التأهل لدورة الألعاب الأولمبية في لوس أنجلوس.